هلا والله نسمعنا هذه حلقة جديدة من ليفل اب. تعرفون زي ما احنا متعودين فيفا كل سنة ينزلون جزء جديد. جزء هالسنة في فيفا 20 اضافوا شيء جديد ورهيب وكل كان ينتظره، اسم فولتا واللي كان معروف في فيفا ستريت. اول شيء ايش سالفة فولتا؟ اولا كلمة فولتا هي كلمة برتغالية الاصل معناها العودة. تقصد شركة EA هنا انه هذا الطور بيمثل عودة فيفا ستريت تقريبا والعناصر الكلاسيكية للعبة من اول، حيث انه اول كان في لعب كرة قدم داخل الصالة او في الشوارع اللي هي فيفا ستريت. الشيء الثاني في فولتا بيكون في ملاعب من مدن مختلفة، بيئة الملاعب بتكون على حسب كل مدينة. من هالمدن طوكيو ولندن وامستردام وفافيلا وغيرها كثير، بتكون احجام وتصاميم كبيرة وصغيرة. الشيء الثالث راح تتحكم تشكيل الفريق، يعني بيكون لك خيار انك تلعب وتخصص الفريق على ما تبي انت. مثلا تقدر تحط اعداد معينه من اللاعبين، يعني تقدر تلعب 3 ضد 3 4 ضد 4، حتى يمديك تلعب من دون حارس، وحتى لاعبين الفريق ممكن يكونون ذكور واناث بنفس الوقت، وحتى تقدر تختار ملابسهم وقصات الشعر والى اخ من التخصيصات الرهيبه اللي تبي تشوفها. واخر شيء اسلوب اللعب بيكون اكثر واقعي. حسنا EA يقولون انهم حسنوا نظام الفوتبول انتليجنس واللي هو معناه ذكاء اللعب او ذكاء اللاعبين الموجودين داخل الملعب، وهذا الشيء بيزيد من واقعيه اللعب، انه هذا النظام بياثر على تصرفات اللاعبين وقت ما انت تلعب، حتى انهم عدلوا على طرق الشوت الفاولات والبلنتيات وصار التحكم فيها بالانالوج. وهذا الشيء انا اشوفه مره حلو واتوقع واحس انه بيغير النتائج، لانه الحين يمكن الكل بيقدر يتعود شلون يشوت فاول. اللعبة بتنزل في 27 سبتمبر على أجهزة الجيل الحالي اللي هي بلايستيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي، واللي مرة متحمسين وما ودهم ينتظرون على وقت الإصدار يمديكم تطلبون نسخة الألتيميت إديشن واللي بتنزل قبل 3 أيام من موعد صدورها. اكتبونا بالتعليقات شو رايكم بطور فولتا الجديد، هل أنتم متحمسين؟ انشر المقطع مع أخوياك ولا تنسى اللايك والاشتراك، وشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاية.